تعتبر الزلازل أكثر الكوارث الطبيعية فتكاً، وهي تتسبب بأضرار فادحة. فبين العامين 2004 و2011 تسببت الزلازل بمقتل 700 ألف شخص من هايتي إلى اليابان مروراً بإندونيسيا وباكستان. وهذه الظاهرة هي انعكاس جلي وحتمي لتكتونية الصفائح التي تعرض بعض بقع الأرض لخطر محتمل ودائم. تتركز حركة الزلازل على طول امتداد الفوالق، وهي كسر يحدث في الصخور على الحدود الفاصلة بين الصفائح التكتونية. وفي بعض بقاع العالم تحتك هذه الصفائح الضخمة وتشهد حركة تصادم، وتغمر الواحدة الأخرى وتتكدس تاليا الطاقة على طول الفوالق. وعند الوصول إلى حدود مقاومة الصخور نشهد كسورا وتتحرر الطاقة المكدسة ويهز زلزال الأرض. بعد الهزة الرئيسية تحدث هزات ارتدادية تكون في بعض الأحيان مدمرة، وهي تشير إلى إصلاح في الكتل القريبة من الفالق. وتقع مناطق الزلازل الأكثر نشاطاً في آسيا والشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأمريكا. تقاس الزلازل بدرجتها وشدتها، ويعتبر مقياس ريختر الأكثر شيوعاً، ويحدد درجة الزلازل أي الطاقة المحررة خلال حدوث الزلزال. نظرياً لا حدود لهذا المقياس، أما على أرض الواقع فلم يتخطى زلزال الدرجات 9.5 منذ ذلك الذي هز تشيلي عام 1960. ويحدد المقياس الأوروبي شدة الزلازل، ويتألف المقياس من 12 درجة، فلا نشعر بزلزال من الدرجة الأولى، في حين قد يشوه زلزال من الدرجة 12 المكان برمته. وباختصار يسجل كل عام حدوث حوالي 100 ألف زلزال في أرجاء العالم.